عارضه الازياء الفرنسيه مارين الحميرة اعلنت دخولها الاسلام، وذلك من خلال فيديو ومجموعه صور لها اثناء زيارتها للكعبه المشرفه، وهي تشهر اسلامها امام شيخين داخل المسجد النبوي الشريف، وذلك عبر حساباتها الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي. قالت فيها: هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك، لا اصدقاء ولا عائله ولا شريك، فقط انت والله. ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. شكرا.